شكرا لك محمود. نتحول إلى موضوع آخر. مجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية تضع توصيات إطار عمل شامل ومتسق من التدابير التي ينبغي على الدول أن تطبقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشاملة. دعت المجموعة ضمن توصياتها الأخيرة إلى الحد من مخاطر الجرائم البيئية، كما تناولت كذلك تمويل الإرهاب القائم على العنصرية العرقية وغيرها من أنواع تمويل الإرهاب. للحديث أكثر يسعدنا أن نرحب بسيدة هالة بوعلوان، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة هالة بوعلوان للاستشارات HBA. أهلا وسهلا فيك معنا ست هالة. أهلا فيك وصباح الخير. يعني موضوع كبير للأمانة، بدنا نحكي إحنا وحضرتك لنعرف المشاهدين ونعرف إحنا أكثر بشكل مقتضب بداية عن مجموعة العمل المالية ودورها تحديدا في مكافحة الجريمة. صحيح أسامة، سو مجموعة العمل المالي الدولية هي منظمة حكومية دولية تعنى بمكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، ومكافحة الأسلحة ذات الدمار الشامل. ومش بس هيك، كل الجرائم اللي لها علاقة بهذا الموضوع كمان، سو الجرائم البيئية، الجرائم الإرهابية، الجرائم التجارة بالحيوانات بطريقة غير مشروعة، كل الجرائم لها علاقة بهذا الموضوع. وأهم من أهم أدوار هذه المجموعة العمل الدولية هي تقييم الدول إذا هي ممتثلة لمكافحة جرائم، لا هيكلية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فبتجي بتقيم الدول عالميا وبتشوف الدول اللي هي منها ممتثلة بتحطها على لائحة سوداء، وذاتس واي أوقات عنا عقوبات دولية ناتجة عن فاتف Financial Action Task Force. أوقات بتحط دول بلائحة رمادية بتكون هيدا الدول بعدها عم بتجرب تمتثل بس بعدها ما امتثلت. ومن أهم هيدا المجموعة العمل المالية الدولية عندها تقريبا 40 توصية بهيدا المضمار، وريسنتلي ب 25-26-27 اجتمعت فاتف وقررت كذا توصية لمكافحة هيدا الجرائم، منها جرائم بيئية مثل ما تفضلتوا وقلتوا، وجرائم الإرهاب القائمة على العرق والتمييز العنصري، وجرائم الأموال المشفرة الفيرتشوال أسيتس والبيتكوينز وهيدولة. وحكيت كمان عن التحول الرقمي ومدى دور التكنولوجيا بمكافحة الجرائم المالية، وكمان كان في توصيات للأسلحة ذات الدمار الشامل. نعم طيب، نحن كعامة الشعب إذا بدنا نقول جرائم بيئية، أول أمر بيتبادر لذهن صيد الحيوانات بطريقة غير شرعية، بيع جلودهم، يمكن بيع الكرون من حيوانات معينة. لما بتقولي في توصيات صدرت، شو ممكن تكون غير مثلا منع الصيد غير القانوني؟ صح جرازيلا، ثانك يو، ومعك حق. ونحن للأسف دول الشرق الأوسط أوقات بي أندر استيميت، ما كتير بنعطي أهمية لجرائم بيئية، يمكن قد ما غرقانين بمصايبنا بالدول، فبنعتبر إنه البيئة شو بدنا نحميها، يعني خلينا نحمي غير قصص. بس جرائم بيئية وحسب تقرير الانتربول هلا ريسنتلي، جرائم كتير خطرة، ممكن تكون جرائم تقطيع الأشجار بطريقة غير مشروعة، تعدين غير مشروعة، التجارة بالعاج بطريقة غير مشروعة، التجارة بالحيوانات وجلودها بطريقة غير مشروعة، وكتير قصص كمان مثلا تجارة النفايات بطريقة غير مشروعة. يعني في قصص كثير ما بنعرفها وكثير لها علاقه بجرائم غسل الاموال، تمويل الارهاب، وتزوير الباسبورات، والجرائم الفساد والرشاوي، يعني بتجي يد بيد. نعم، واوقات كثير عن جد اوقات اذا ما منكافح جذورها لهيدي الجريمه بتاثر على الاقتصاد، يعني هي منها جريمه هيك شالو يعني خفيفه، جريمه كثير مهمه. والتوصيات بتقول انه لازم الدول يكون عندها قوانين لتكافح الجرائم البيئيه، يعني قوانين مختصه، ولازم يكون في كوادر مختصه بهذا الموضوع، ولازم يكون في هيئات رقابيه وعقوبات، يعني التنفيذ للعقوبات تكون كثير قويه. الامارات عملت كثير مبادرات بهالموضوع وما انتظرت التوصيات مثل العاده، سبق ما انتظرت التوصيات اللي طلعت الاسبوع الماضي لتعمل مبادرات لتكافح الجرائم البيئيه. اوريدي عندنا قوانين لمكافحه الجرائم البيئيه، وعندنا قوانين للرفق بالحيوان وحماية الحيوان، وعندنا كمان قوانين للاتجار بالحيوانات غير المشروعة بطريقة غير مشروعة. وريسنتلي كمان التحريات بشرطة دبي أسست بآخر 2020 أسست ديبارتمنت مختص بمكافحة الجرائم المالية، وبتشتغل التعاون بيكون طريقة بتعاون محلي وإقليمي ودولي، عشان أوقات كثير لما تجرب بالحيوانات بطريقة غير مشروعة وسرقتها بتكون عبر الحدود والجمارك، فبتعاملوا مع المنظمات الدولية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جمارك، البلديات، وكل هدول. نعم جميل. بنحكي عن الدول وتوصياتها ست هالة، بدنا نحكي نركز على دور الإمارات بهذه التوصيات فيما يتعلق بجرائم سواء كانت الإرهاب أو كانت الإرهاب بمفهوم العام أو الإرهاب القائم على العنصرية.
صحيح. والإرهاب نحن دائما كنا نقول جرائم تمويل الإرهاب، بس ما نركز على العنصرية، التمييز العنصري والعرق والتعصب الديني والتطرف والكراهية. وهيدي التوصيات أنا بنصح كل واحد يقرأ التوصيات بمجموعة العمل الدولية، تصدرت ب 25 حزيران، بتحكي عن كيف بتصير هاي دول الجرائم. والشيء الملفت فيها إنه الطريقة اللي بتصير فيها بطريقة تمويلها طريقة كتير مشروعة، أوقات عن طريق الجمعيات الخيرية، التبرعات، الحفلات الموسيقية اللي كتير جميلة جدا، وكمان الويب سايتس اللي هي كتير أتراكتف عم بتكون لكل الأعمار. وهلأ مؤخرا للأسف كتير عم بيستخدموا الفيرتشوال أسيتس، العملات الرقمية، لتمويل هاي دول. وفي كتير من الأمثلة، وبهيدا التقرير بيحكوا كمان عن التمويل الإرهاب بشكل عرقي وتمييز عنصري بكل العالم. يعني أنا بنصح يقروا آخر أربع صفحات من التقرير، أمثلة عالمية. ومن أهم مثلا عطشو مثلا دنمارك، كان في جمعيات متطرفة يمينية إرهابية بناء على العرق والتمييز العنصري نازية، والطريقة اللي مولت فيها الإرهاب كانت عبر المصارف عالميا. يعني التوصيات هي للمصارف، المؤسسات المالية وغير المالية، لينتبهوا لما يصير في عمليات مالية. Does it make sense? Is it logical? مثلا أستاذ مدرسة suddenly صار عم بيجي ملايين على حسابه، أو عم بيجي حوالات من دول مش لازم يجي منها حوالات. فلازم على المؤسسات المالية أنه تمتثل لهالموضوع. الإمارات عندها كتير قوانين، في قوانين مكافحة الإرهاب، في قوانين التمييز العنصري والعرقي والكره والتعصب الديني already عندنا هون، وفي departments مختصة بهالمواضيع. والإمارات من أول دول السباقة بالشرق الأوسط لتكون بمنظمة المنظمة العالمية لمكافحة الإرهاب بعالميا، وكمان مع الأمم المتحدة. نعم، هلا لا شك إنه الإرهاب دائما عنده وسائل وأذكية بين مزدوجين، ولكن القانون أيضا باستطاعته لي ذراعه. هلا أبو علوان، شكرا جزيلا لك، الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هلا أبو علوان للاستشارات HBA. تسلم. Thank you. هلا. الآن نتحول إلى الموجز الإخباري وجيلنار.